مولاي. تعال سنان باشا، تعال. طلعنا عايشين بين الأفاعي والتعابين يا باشا، وما عم نميز العدو من الصديق. بس أنت مالك من الأعداء، مزبوط ولا لا؟ ما يكون عندكم أي شك بهالشي يا مولاي، دائما أنا مخلص لكم بإذن الله. وأنا ما عندي شك أبدا، أنت من أهم وزرائي، وكل وراء الدولة السرية الخاصة بتمر من تحت إيدك. لهيك هلأ أنا بعتت وراك، بدي إياك تكتب لي فرمان، وهالفرمان هذا بتبعته لمحمد باشا على البوسنة. هذا الفرمان سري جدا وبخص الأميرة فاريا. سلطانة، تحسن وضعك؟ اللي صار معك زعلنا وما رح نسكت عنه، أنتي صرتي أمانة عنا. شكراً إلك، وبتمنى بأسرع وقت ينكشف اللي عمل هالشغلة وياخد العقاب المناسب. واضح إنه أعدائك كتار وشكلهم مو سهلين أبداً، يعني طبيعي اللي قتل كاردينال بده يتحمل مسؤولية هيك عملة. أنا قبلانة سلطانة، وكرمال عيلتي أنا بضحي بدمي مثلك تماما. لحتى تكوني بأمان عنا رح نخليكي بالقصر هون، بعدين بتقدري تروحي على بلدكم، بما أنه هذا طلبك الوحيد، ولا مو هيك؟ صحيح، هاد طلبي الوحيد. سلطانة، شو هاد يلي بإيدك؟ مولانا بعت معي هالهدية للأميرة فاريا يا سلطانة. خير إن شاء الله، هي أول مرة بيجيب هدية لحدا وبيهتم بهيك موضوع، يا ترى ليش؟ يمكن لأنه الشيء الممنوع مرغوب. سلطانة، مولانا السلطان باعت هاي الهدية لحضرتك. السلطان مراد دايما بيفاجئني، كتير صعب تفهمي بشو بيفكر وشو في بباله. أهم شيء إنه علاقتكم تحسنت. بس أنا مو حابة تخبريها عن مكان والدتك الملكة. ليش لا؟ أنا بوثق فيه. المشكلة الناس اللي حواليه. برنسيس، شو نسيتي امبارح شو عملوا فينا؟ بلكي وصلتهم هالمعلومة بشي طريقة. ليش أنا في عندي خيار تاني؟ مو راضي يعني يعطيني جيش وحابسني عنده بالقصر، شو بدك يعني أعمل؟ وينو أحمد؟ لو جبتيه معك يا عائشة كان لعب هو وسليم. الأمير عنده درس يا سلطانة، بس يخلص رح تجيبه نارين. داخل إيه بالقصر، قلت بطلع لبرا وبشم هوا وبتسلى معكم، بس الظاهر القعدة بالقصر أرحى من القعدة معكم. أنا إجيت لهون كرمال سليم، وإلا بتعرفي مالي نفس لشي. طيب ماشي فهمت،
صار لك يومين مسكرة على حالك، وشك بده معجزة لحتى يضحك. ولا ليش لا تضحكي حلوة الكآبة أكتر؟ شوفي ما أحلاكي. ها هيك من الأول. ها هي شو عم تعمل هون؟ أنا خبرتها تجي، ما يكون وجودها بيزعجك. سلطانة؟ أهلا وسهلا يا فاريا، بعرفك على أختي جوهرهان. فرصة سعيدة سلطانة. وأنا أسعد. تفضلوا. بلش دروس يا فاريا؟ أنا جاهزة إمتى ما بدك. دروس شو هي؟ فاريا كتير شاطرة بالقتال، حتى الرجال ما بيقدروا عليها، طلبت منها أن تعلمني. شو هالحكي الفاضي؟ بعدين السلطانة ما رح ترضى بهالشي أبدا، ما بتعرفيها؟ المرة شو بدها بالسيف والمبارزة؟ إلا إذا تم إعداد خصوصي لتحقيق أهداف سرية. وجودي هون مانو لأهداف سرية، هالشي الكل بيعرفه. أنا إجيت لهدف واضح. خير مصطفى آغا؟ أعذروني على المقاطعة، ما كان بدي أزعجكم، بس مولانا بده يشوف السلطانة عائشة. بستأذن منكم. عفاف، سليم وين راح؟ من شوي كان هون يا سلطان. سليم؟ سليم؟ سليم وين اختفى؟ تفضل. مولاي؟ أهلين ماما، عرفتي إنه بابا وعدني ياخدني معه لما يروح على الأسطول البحري؟ ولح شوف السفن بالمينا، مو هيك وعدتني بابا؟ حتشوفن حبيبي. يلا هلأ على جناحك، بدي أحكي بموضوع مهم أنا وأمك. أغوات، موضوع شو مولاي؟ انت شغلت بالي. عائشة انت شو عاملة؟ بدي اعرف شو عاملة حتى السلطانة مدت ايدها عليكي. ما عملت شي ابدا. طلعي بعيوني، انت خبرتي عن فاريا لحتى يمسكوها؟ جاوبي انت. لا أنا ما عملت شي أبداً. اللي قال لك هيك كذاب، عم يفتروا علي يا مولاي. هي افتراءات الناس اللي بدهم يخلصوا مني. مين اللي عم يفتري يا عائشة؟ ليكون ابنك أحمد واحد منهم. سامحني يا مولاي، أنا بس كرمالك عملت هيك.
لأني كنت خايفة عليك منها، ولأني خايفة على ابني كمان، كنت بدي أحميكم مو أكتر. قالوا لي هاي وحدة مجرمة، هاي وحدة خاينة. خرسي، الخاين الوحيد اللي بيتجاهل كلامي، الخاين هو اللي بيتآمر ضدي مع أعدائي. أنت اللي خديني يا عائشة، خنتي ثقتي وعصيتي أمري، وما في رحمة مع الخونة، ولازم تدفع الثمن غالي. خبروا ابني إني أجيت. أخوات! خدوها من وشي قبل ما ارتكب فيها جريمة. شو صاير هون؟ سلطانة، نحن شو اتفقنا؟ أنا ما قلت لك بس تعرفي مين الخاين بتجيبيه لعندي، مين من كان. بس أنت شو عملتي؟ خبيتي علي كالعادة، مثل ما بتعملي كل مرة. لاليزار، وصلي السلطانة على جناحها. لا، ما حتروح على جناحها. اسمعيني، انت ما عاد إلك قاعدة بالقصر، هلأ بتضبي غراضك وبتروحي على القصر القديم، واشكري ربك انك لساتك عايشة، لأنه لو ما عندك ولد كنت قتلتك. مولاتي، مولاتي. طولي بالك. اهدي. والله ما بعرف. اي والله مثل ما عم قلك. اتركيني، انا بعرف الطريق لحالي. لك انت منين طلعتي لي؟ طوري بالك. اجيتي ودمرتي كل شيء. من لما وصلتي لهون خربتي حياتي. الله يلعنك يا قطي. سلطانة، ارجعي من محل ما اجيتي. انا خسرت كل شيء ببنتكم بسبب قتلي، وذنبي الوحيد اني سلمت لتنال جزاتها. يمكن فيك تخدعي الكل، بس ما فيك تخدعيني. بدي اقتلك بايدي. سلطانة، ما بيسوى هيك. الله يخليكي، اهدي وروقي شوي. خلص خلينا نمشي. لك شو بكون واقفين هيك؟ ساعدوني. يلا. مراد، بعرف انه عائشة غلطت. العشق بيخلي الإنسان يتصرف بلا وعي، بس هي ندمت على اللي عملته وعرفت وين كان غلطها، وهلأ عم تطلب منك تسامحها. بس هذا مانو خطأ، هي اسمها خيانة. كل القصة إنها غارت من فاريا ومن وجودها. بعدين الأميرة رجعت على القصر وما صار لها شيء، وما حدا تأذى من هالقصة. سامحها وهي بتوعدك. ما هلأ رح تتركه، ما بتقعد ولا ثانية. شو عم تحكي مراد؟ عائشة بتضل سلطانة، وأم ولادك الاثنين، ولادك اللي رح يكونوا مستقبل هالدولة، وما بيصير يبقوا من دون أمهم. سلطانة، تركيني لحالي. هلأ المهم تركنا من قصة عائشة شوي، لأنه في موضوع أهم نحكي فيه. أنا عرفت مكان الفرسان يلي جرأوا مبارح وهجموا على قصر أستر. وين المكان؟ أنت كيف قدرتي توصلي لهم؟ شو نسيت مين اللي كان عم يحكم الدولة كل هالوقت؟ ادخل.
سلطانة. مولانا بعتني على القصر القديم يا رئيس الحرس، ما عاد بده يشوفني هون، وهالشي مشان هديك المجرمة. احكي معه مشاني، هو بيسمع لك. رح أعمل اللي بقدر علي يا سلطانة، بس ما بظن يكون في نتيجة بصراحة، لأنه ذنبك كبير. ومع هيك أنا بوعدك أعمل جهدي. ساوي اللي بتقدر عليه، أنا محتاجة مساعدتك، بترجاك لا تتخلى عني. سلطانة، إذا بدك ياني وقف جنبك لازم تحكي لي الحقيقة كاملة بدون نقصان. لمين قلتي إنه الأميرة طلعت من القصر؟ مين اللي تأمر معك؟ وكيف وصلتي لهدول الخوانة؟ عن طريق ثروت أغا، هو من أغوات الإدارة، أنت فيك تجيبه وتستجوبه. أنا خبرته، بس كيف تصرف ما عندي فكرة بنوب. الله يخليك مصطفى أغا، اعمل اللي بتقدر عليه لحتى مولانا يرضى عني. وين السلطان مراد؟ معقول لهلأ ما رجعوا؟ مشغول بالنا عليه، الله يمضي هالليلة على خير. لا مولاتي اطمني، مولانا السلطان قوي وشجاع، وأكيد بيكون قتل كل الخوانة إن شاء الله. سلطانة، عائشة كيف وضعها؟ بالزور قدرنا نهديها يا سلطانة، بجد شي غريب. السلطانة عائشة الهادية والرايقة فجأة تحولت، تقولي أخدتيها وجبتي حدا بدالها. هي شافت الأميرة وهجمت عليها بدها تقتلها. مو عن عبس بيقولوا رفسة الحصان الهادي بتكون أقوى دايما، لكان شو بدها تعمل لما تسمع بقرار مولانا؟ تشكر ربها أنه لساتها عايشة. سلطانة، ما كفاكي كل شي عملتي، لسه كمان عم تهاجمي الأميرة؟ ما بعرف شو صار لي وقت شفتها، ما قدرت سيطر على أعصابي. سلطانة، هالمجرمة قلبت كل حياتي من وقت إجت لهم. لو ما تدخلتي كنتي هلأ شفتي الأميرة بقصر أسكودار. ليكي شو عملتي؟ أنت بإيدك رميتيها بحضنه. مستحيل أترك لها القصر سلطانة، فضل أقتل حالي ولا بعد عن مولانا أو عن أولادي. صدقيني الموت أسهل علي. خلاص اطمني، الحمد لله ابني تراجع عن قراره ورح تبقيهم، بس في شرط. من هلأ ورايح ما بده يشوفك ولا يسمع صوتك. برنسس، الأغوات قالوا لي إنه السلطان مراد من شوي وصل. وأخيراً ادخل. مولاي، لاليزار خانم برا وطالبة قبل حضرتكم. خليها تيجي. مولاي، الأميرة فاريا أصرت علي إنها بدها تشوف حضرتكم، مع إني قلت لها إنه بهالوقت أنت بتكون مشغول ومو فاضي، بس هي خليها تجي.
سلطانة لا تروحي. تركيني روح نارين، إذا ما شفته بجن ضروري سامحني، أنا أم ولاده. سلطانة، بعرف إنه ما بيحق لي إلك ما تروحي لعند مولانا، هو أكيد لساته معصب منك، فبلا ما يجرحك أكثر من هيك. تفضل. أهلا وسهلا فاريا. بتمنى ما أكون عم بزعجك، وقت وصلتني الهدية قلت المفروض إجي وأتشكرك. المهم إنها عجبتك. وبخصوص اللي صار اليوم بدي أعتذر منك. ليش؟ شو صار؟ صار شي بغيابي؟ بصراحة أنا ملاحظة إنه وجودي بالقصر زعج الكل، مو مرغوب بوجودي هون، وما كنت حابة يكون سبب كل هالمشاكل. يمكن صار لازم أترك هالمكان. لا تعتذري عن شغلة أنت مالك ذنب فيها، أنا بدي إياكي تكوني هون. بعدين لا تنسي أنك أنت رح تموتي اليوم. كان بدي مساعدتك، بس بوجودي جنبك كل شيء عم يتعقد، وأنا بصراحة رح تضلي جنبي يا فاريا، وبأصري أنا بدي إياكي تضلي هون وقريبة مني. قدي رح كون قريبة؟ قد ما أنا رح أسمح لك. أنا راضيانة، بس أنا ما بحب أطلب إذن بنوب.